السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف صلاح البطني. قبل ما نبدأ الفيديو تاع نهار اليوم ما تنساوش تصلي وتسلم على رسول الله عليه أفضل الصلوات. اليوم إن شاء الله نحضر مع بعض وصفة جديدة من سلسلة الوصفات الرمضانية اللي هي كفتة بالدجاج بطريقة سهلة وبسيطة مع السر اللي يخلي المرق الأبيض يجي بنين. خليكم دوك مع الوصفة ومع المقادير. أول حاجة بالمرق نبدأ على بركة الله. أول حاجة يكون عندنا طنجرة كما هذه، نحطوا فيها الزيت، راح نحطوا فيها حوالي 3 ملاعق نتاع زيت. ممكن تستعملوا أيضا الزبدة، ممكن السمن كما تحبوا. اليوم حبيت نعطيكم السر اللي يخلي المرق الابيض يجي بنين ويجي خاخر. تبعوا الوصفه من الاول للاخر. كما قلت لكم ديروا 3 ملاعق نتاع الزيت، نديروا كميه. وعندي لهنا ايضا حوالي نصف حبه تاع بصل مع 2 سنات نتاع الثوم، نكون ارحيتهم جيدا. من الاحسن ترحيو البصل تاعكم. عندي ايضا فخذ دجاج، وعندي شويه نتاع المعدنوس. نضيفوا شويه تاع كركم. دوكا نروحوا للتوابل. اول حاجه عندي لهنا شويه كركم، شويه نتاع الملح، يعني هذو هما التوابل اللي نحتاجهم، شويه نتاع الكسبر، هذو هما التوابل، شويه نتاع فلفل اسود نحتاجهم، هذو هما التوابل اللي نحتاجهم في المرق الابيض. وايضا اللي عنده زنجبيل يستعمل، انا ما عنديش زنجبيل ما ضفتش، اللي عنده يضيف. دوكا نحطوها في الطنجره ونخلطوا هذه المكونات جيدا. ممكن ايضا نضيفوا لها شويه نتاع الماء، حوالي نصف كاس فقط باش ما تحرقناش، ونحطوها على نار قليله. نضيف لها شويه ما في البدايه، نخليوها تقلى لمده 20 دقيقه. دائما نقول لكم المرق الابيض ولا المرق الاحمر البنه تاعو كي نقليو الدواوات هذوك مليح. دوكا الوقت اللي خلينا المرق تاعنا راهو يتقلى، نروحو لبولة تاعنا كيفاش نخدمهم. انا قلت لكم راح ندير كفته نتاع دجاج. عندي نصف صدر دجاج عشيناه او رحيناه، وعندي لهنا التوابل، نفس التوابل اللي استعملناهم في المرق، كركم، ولكن هنا ضفت شويه الكاري خاص بالدجاج. راح نضيف لكم بعدا او نكتب لكم المقادير المضبوطه في صندوق الوصف. عندي ايضا حوالي ملعقه نتاع اكل خبز يابس، وعندي بيضه راح نضيف غير بشويه، ولكن في الاخير انا درت لي بيضه كامله. بالنسبة للتوابل عندنا فلفل اسود، عندنا الملح، عندنا ايضا شوية تاع الكركم، وعندنا شوية الكاري الخاص بالدجاج، وشوية تاع الكسبر. ممكن نضيفوا ايضا شوية فلفل احمر حار. نجانسوا كامل المكونات ونخلطوا هذه المكونات. ضفنا شوية معدنوس لانه البيضة اصلا في حدتها راهي صغيرة. نكملوا هذيك البيضة كامل، يعني انتم عينكم ميزانكم، ممكن تديوا بيضة كاملة، ممكن نصف حبة بيضة. وعندي لهنا ايضا في الاخير البصل، حوالي نصف حبة تاع بصل وزوج سنات نتاع الثوم. ايضا لازم نرحيوهم، نخلطوها، ما نقطعوهمش طرف صغيرة، لازم نرحيوهم جيدا ونخلطوا حتى يتجانسوا كامل المكونات. دوكا راح نشكلوهم ديبولات، انتم لكم الاختيار كيفاش تشكلوهم، صبيعات ولا تشكلوهم كوريات كما تحبوا. لهنا استعنت بشويه زيت بهذا الشكل، ونكمل هذا الشكل كمية، وراح نكورهم ونشكلهم كويرات. يعني الكفته معروفه انها تكون كرات، ولكن انتم لكم الاختيار. لهنا انا لاستيس اللي راح نديرو اني راح نقلي هذه الكوريات تاعي باش ما يكونش المرق تاعنا فيه ريحه البيض. يعني هذا استيس ثاني راهو مهم جدا انكم تقليهم فقط، يعني تحمروهم، مش لازم يطيبوا الداخل، فقط ياخذوا لون احمر على القشره الفوقانيه فقط. اللي هنا نحطوا شويه زيت، ما تحفروش الزيت، ونحطوا ليبولات تاعنا ونقليوهم. نعطيهم تحميره فقط على برا، عفوا نقليوهم حتى ياخذوا لون احمر لانه راح يطيبوا لنا حتى ما طابوش لداخل، ما يهمش، لانه بعدا راح نضيفوهم في المرق وراح يطيبوا المرق الداخل، يطيبوا مع المرق. نقلبوهم كما قلت لكم، ونقلبوهم على الوجهين حتى يحمروا بهذا الشكل باش نتفاداو شويه الرائحه نتاع البيض. كما قلت لكم هذا لاصوص بزاف مليح باش يخلي المرق تاعنا ما يجيش فيه ريحه البيض. كون تحطوهم ديريكت في البيض في المرق هكاك وهما نيين، من بعد المرق تاعنا راح يجي فيه بنه نتاع البيض. نروحو نطلعو على المرق تاعنا بهذا الشكل ونطيبوهم كامل ونرجع لكم. نروحو دوكا للمرق تاعنا، كما راكم تشوفوا راهو تقلى ما شاء الله، شرب هذوك السوائل كامل. البصل تاعنا يطلق هذاك الماء، من بعد انتم خليوه حتى يشرب هذوك السوائل مليح. نجيبوا الزيتون تاعنا هنا اللي حينا الملح، ممكن انتم تغيروا الماء فقط، ولكن انا غليته سخون، نحيطوا هذاك الملوحيه ونضيفوه بعد ما قلينا جيدا، وراح نمرقوا بالماء سخون. بالنسبه للماء هنا لازم يغمر الدجاج، يعني يوصل مع الدجاج قد مع الدجاج، ونخليو المرق تاعنا على نار متوسطه، نخليو حتى يهز الغليه ويطيبوا لنا هذوك ديبولات تاعنا كامل.
بعد ان او في شاء الله الكفتات بطبيعه انا الحال راح كنجاج نضيفهم في المرق. خليناهم تحمروا دوكا راح نحيهم لهنا كما كنتم تشوفوا نحمرهم لي بول تاعنا راهم يعني طابوا مباشره في المرق خذوا لون تاعنا. احمر، دوك لا نحيهم بعد ما غلا ومن بعد ان شاء الله المرق نضيفهم هذاك في المرق. المرق بعد ما غلينا المرق تاعنا كما الكفته كنتم تشوفوا راح ونضيفوها نضيفوا هذوك لي بول هكا تاع ونخليوها الدجاج الطيب اذا هذه ونخليوها طيب على نار قليله ومن بعد نرجع لكم. لهنا في الاخير هذه هي النتيجه الاخيره، نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها. اذا عجبكم لا فيديو تاع نهار اليوم عليكم الا تكثروا لي من لي جام وتكومونتيو لي اسفل لا فيديو، واذا عجبتكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. ما بقى لي نقول لكم شهيدكم بالصحه، نتلاقاو في عد اخر مع وصفات اخرى. تهلاو في روحكم.